بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جو بايدن، وذلك بمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، متمنيا جلالته لفخامته موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية وقيادة الشعب الأمريكي الصديق نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار. أعرب صاحب الجلالة عن بالغ الاعتزاز بما يجمع البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وشراكة وثيقة تمتد لأكثر من 120 عاما تستند لأسس متينة ودعائم قوية مما يربط الشعبين من صداقة قوية وتقدير متبادل. أكد جلالته التطلع الدائم لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وتطوير التعاون والتنسيق والعمل المشترك بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين في المجالات كافة.